السلام عليكم واضح، مرحبا بكم في سيك. في الوقت اللي نكون نقدم في العرض تاعي نحس بلي ماشي انا هو انسان واحد اخر، لاني نشوف بلي مستحيل باش نوصل لهذا المستوى، ونحس روحي فرحان بزاف ونولي نطمح باه ندير اكثر من هذا. كانت عندي 7 سنين ملعب مدرسي، كي ندير شوت تاع بال تضرب الحيط، با مال دي فوا تضرب الحيط ترتك، نورمالمون تضرب الحيط تولي تترتك. اول رياضه مارستها هي رياضه الجيدو، تما لقيت عندي واحد الطاقه بصح ما كنتش نعرف كيفاش نستغلها. كنت صغير وما كانش لي وريك وما كانش لي اوريونتيك. انا من قفلت 14 سنه وليت نفكر كيف نروح للعالميه بهذه الرياضه. هي الناس كاين اللي يقولك حكمه، كاين اللي يقولك جن، كل واحد وش يقول. هي لا، هي معادله بسيطه، اذا كانت عندنا اراده وكنا حابين داك الشيء نقوموا به، إذا ما كناش حابينه ما نقوموش به. قضية تاع أنك تحب الشيء اللي راك دير فيه وتأمن بالإمكانية تاعك وتأمن بنفسك. وفي العالم هذا اللي أنا عايشين فيه ما كاش حاجة مستحيلة. دون لا في ريان إيتا امبوسيبل. سي أون فو أون بو. دروك راه عندي 49 سنة. 49 سنة. ودروك راني نحضر باه نسجل رقم قياسي عالمي باه نقطع يعني عدوا يعني فوتينغ بتيت فولي 520 كيلومتر في 48 ساعة. سي با فاسيل باه تقولها، سي با فاسيل باه تطبقها، و انكوايب و انكسبتاب ايماجيناب. مي انني مستعد لها، انني نشوف فيها كومان فيغدو باسكو سي مون دومين.